كان الرافعي رحمة الله عليه مصطفى صادق الرافعي أديب عظيم، ولتوجهه الإسلامي لم يحصل على جائزة نوبل في الأدب. فكان له كتاب لطيف اسمه كتاب المساكين، اطلعوا عليه في الدعوة قرأوه جميل وألفاظه جميلة. يقيم هذا الكتاب على شخصية واحد في قريته الصغيرة اسمه الشيخ علي، ليس شيخ علم ولا شيخ حكم، وإنما الناس اللي كانت يعني كده بسيطة وسهلة كانوا يقول على إيه الشيخ. حتى عندنا في مصر يقول لك ده رجل الطيب، ها يعني كلمة مهذبة، يعني عارفة رجل الطيب يعني إيه؟ يعني مش عايزين يقولوا التاني يعني كده، واخد بالك؟ انتوا عايزين تعرفوا يعني ايه طيب وخلاص، خلاص طيب طيب طيب. المهم الشيخ علي هذا يقول مصطفى صادق الرافعي يفترش الارض ويلتحف السماء، يعني ايه؟ ليس له مسكن، الارض داره والغطاء سماء بس، سبحان داره عتبة اي باب، اي عتبة باب يقعد عليها تبقى ايه؟ اصبحت دارا له. يجلس الشيخ علي هكذا ويرى الناس، فيسمع من يقول يا رب اعطيتني المال فاين الصحة؟ يا رب انت مديني المال بس في النقرس وفي الضغط وفي السكري وفي ضربات القلب وفي الرئتين وفي الكلى وفي مش عارف ايه، سبحان الله، اعطيتني المال فاين الصحة؟ واخر يقول يا رب اعطيتني الصحة فاين المال؟ طب في الصحة موجود بس فين المال؟ واخر يقول يا رب اعطيتني المال والصحة فاين السعادة؟ والشيخ علي يقول يا رب كل هؤلاء صور فاين الاصل؟ فين ادم الراضي؟ فين المؤمن الصادق؟ فين المؤمن التقي؟ فين المؤمن الذي يرضى بما قسم رب العباد له سبحان الله؟ فين المؤمن الذي يقنع ان ما اتاه الله هو خير له وما منعه منه رب العباد عز وجل؟ شوف قال ابن عطاء لو رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. الله الله الله.